السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. خلاص رمضان بيودعنا والعيد بيستقبلنا، وكل سنة وانتم طيبين. فيديو جديد النهاردة، فيديو ليه بلوزة ليه للعيد. هما بلوزتين من قماشة واحدة، بس انا هعمل قدامكم بلوزة واحدة بس كده، وفي الاخر هوريكم البلوزتين مع بعض. نقول بسم الله، ويا ريت الاول مره يشوفنا ما ينسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلنا كل جديد باذن الله، وكومنت منكم حفز عشان الفيديو يعلى ويوصل لاكبر عدد ممكن عشان تستفيدوا باذن الله. هنا بطبق القماش على 4 وبسيب 2 سم بره عند البرسون عشان ده هيبقى فيه سوسته. باخد نص عرض الكتف اللي هو 18 سم، وبننزل 2 سم عشان دي اطفال يعني مش كبيره قوي، وبناخد 7 سم اللي هو مقاس حرده الرقبه. تمام كده، وبحدد برضو الرقبة الأمامية الاتنين مع بعض عشان منساش. وفي الآخر برضو هقول لكم اللي أنا نسيت أفتحها وأفتحها لكم برضو في الآخر. بنزل 15 سم حرد الجيرو على خط الصدر، وعندنا ربع الصدر عندنا 25، هي أقل من 2 سم أو 2، بس أنا مخليها واسعة أحسن. 25، وبعد كده بعمل الدوران بتاع حرد الجيرو. البلوزه المفروض بيبقى ليها كورنيشين من تحت الوسط، فانا قلت هخليها كورنيش واحد واطول الجزء اللي فوق لحد اول الكورنيش. تمام، انا باخد هنا طول الوسط الاول عشان ابقى ماشيين مظبوط برضو، 32 سم. بعد كده باخد الطول الجزء اللي فوق اللي هو قبل الكورنيش اللي هو 50 سم، عشان البلوزه كلها 75 سم. تمام، فطبعا الخط ده نزل تحت الهنش بشويه، فعشان كده باخد دوران اكبر حجم عندنا هنا اهو اللي هو بنزل 15 سم عشان دي برضو عيله صغيره. وبعد كده باخد ربع دوران اكبر حجم 28 سم. الخط بتاع الارداف بينزل 15 سم عن من تحت الوسط، من تحت الخط بتاع الوسط. تمام، احنا بقى كده بنقيس ايه، بنوصل من عند خط الصدر لحد الارداف من غير اي تكسيمه خالص الاول في الايه بالمسطره عشان ده هيتحط في قسك. انا بديله تكسيمه حاجه بسيطه كده هون عشان الشكل بس. تمام، انا دلوقتي خلصت الجزء اللي فوق وهبتدي اقصه، ومع زياده الخياطه، مع زياده الخياطه اللي هي من الجنب. وانا لو تفتكروا برضو كان بقول لكم من فوق انا قصيت على اساس الخلف وما قصيتش الحردة الرقبة الامامية. تمام، وبرضو الزيادة بتاعت الخياطة اللي هي بتبقى فوق 1 سم ومن تحت 1 سم أو 2 سم من عند الدلتا، عشان لما يبقى معانا زيادة شوية احسن ما تبقى معانا قليلة المسافات بتاعت الخياطة. وبالذات ان القماشة دي صاحبتها جابت القماش من قبل ما تجيلي، فهي جايبة 4 متر للبلوزتين، وفاض منهم قماش، يعني فاض منهم قماش يعمل بلوزة العيلة من البنتين. فعشان كده نصيحة يعني ان ايه، اي حد بيبقى عايز يفسر لازم قبل ما يروح يجيب القماش يقول اللي هو هيفسر له اخد كم متر بالظبط. دلوقتي انا قصيت، ولو تلاحظوا انا بعمل فرد، ومن تحت من الجناب من الديل تحت انا عملت خدت 2 سم فوق برضه عشان يبقاش الكورنيش يبقى مدلدل من الجنبين اكتر. طبعا انا بعلم علاماتي كلها اللي هو سواء خط الوسط اللي هو الاستك اللي هيتركب فيه استك، ولازم اعلم فيه الطبقتين اللي هو الامام والخلف. تمام، طبعا هو ده ابيض، فانا ممكن اعمل في ناحيه واحده وبعد كده ايه اطبعها عليها ان انا ادب على القماش. تمام، دلوقتي خلصنا اللي فوق، دلوقتي بنعمل الكورنيش اللي تحت. الكورنيش تحت هنعمله 20 زائد مسافه الخياطه، فيبقى في حدود تقريبا بالكتير 25 سم يعني، ودي حسب الطلب كل واحد. فانا عملت العرض بتاع القماش طبقته على 4 وطبقته 2 تاني، يعني هيبقى واسع جدا زي ما انتم شايفين كده. الجزء اللي انا بقطعه ده يعتبر الربع، العرض ده يعتبر الربع اهو زي ما انتم شايفين كده، هيبقى بالمنظر ده كده كشكشه كتير. تمام، دلوقتي بقى احنا هنعمل الكم. الكم هيبقى طويل وهيبقى فيه استك، بس الاستك بيبقى رافع عن الطرف اللي عند المعصم بمسافة 10 سم في الحدود دي كده، فاحنا بنزود معانا عند الكم المطلوب بتاع 5 سم كمان. الاستك لما بيبقى ضامم على الايد من نص المسافة كده او من بعد الطرف الكم بمسافة، لازم يبدله وسع وطول شوية عشان يديله شكله حلو، هتشوفوه برضه في اخر ايه في اخر الفيديو. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
دلوقتي احنا بنفصل الكم، وطبعا انا برسمه كده على طول، انتوا عارفين زنية العيد وانا عندي حاجات كتير، فبس برضك ما عرفتش اصورها عشان الوقت انا محكومة بيه، وفي نفس الوقت المونتاج بياخد وقت جامد جدا، يعني الواحد مش ملاحق يعني على قراءة القرآن والصلاة والشغل والبيت، فالله المستعان. دلوقتي انا بقص الكم بسويه، وطبعا زي ما انتم شايفين كده، او انا لازم برضك احدد وانا بقص كده المسافات وكل فرد انا بعمله، وخطط عشان وانا تحت المكنه ما اتلخبطش ويعطلني. ده من بقيه القماش عشان اقصه واشوف الباقي قد ايه. انا بقص الجزء ده اللي انا برسمه اللي هو الجزء اللي فوق، بقصه وافصله عن بعض عشان ده هعمل منه الكورنيش، الكرانيش، لان هو في الموديل الكرانيش ورا وقدام على الكتاف كده، المفروض للبلوستين. دي الباقيه بقى دي انا قستها لقيتها متر وربع، يعني البلوستين واخدين 3 متر الا ربع، تمام. الجزء ده بيبقى حته دي طبقتين، وانا بعملها كمان الشريطين دول بقصهم كده عشان دول هيبقى دول 4 طبقات كده، بعد ما قصتهم وتنيت الطرف 4 طبقات، طبقتين منهم لكل لجنب اليمين والطبقتين تاني للشمال عشان اعملهم كورنيش اهو كده. انا عشان بفصلهم وهوريه لكم هما، ايوه كده بقصهم، يبقى كده 4 ايه ده للكورنيشين كده. كده خلصت ايه البلوستين، تمام. دلوقتي اول حاجه بقى على المكنه بعمل ايه بقى، عشان انا بغير الفرونس بتاعت الدواسه الكشكشه، فانا بكشكش الكرانيش بتوع البلوستين والكرانيش برضو بتاعت ايه بتاعت الكورنيش بتاع الكتف اللي على الصدر فوق، وبخلص حاجتي خالص عشان لما مش كل شويه اغير الدواسه شكل. يعني انا عملت الكورنيشين بتوع دلوقتي بشتغل يعتبر البلوستين مع بعض، لكن القص انا وريتكم قصة بروسه واحده عشان الاثنين هيبقى زي بعض، ما فرق بسيط. الكبيره انا ما عملت لهاش كورنيش على الكتف، بس عوضتها لها في الرقبه، هتشوفوا برضك في اخر الفيديو، خليكم معايا ويا رب اكون قدرت بقدر كده ان انا اديكم معلومه كويسه وشرح وافي. دلوقتي اهو عشان برضو انا مش عايزه اهدر من القماش، كان ممكن يبقى الشريط الكورنيش ده شريط واحد كده مش متوصل، بس انا قلت التوصيل دي انا هداريها وهتبقى مثلا ناحيه الكتف من فوق فمش هتبين، زي ما انتم شايفين كل قطعتين كده الزقهم في بعض عشان يبقى ده كورنيش لكل جنب. هيتعمل اوفر من الناحيتين، الناحيه اللي هي بتبقى مكشكشه والتانيه برضو اللي هتبقى ايه اللي هتتني اللي تحتها. بصوا زي ما انتم شايفين كده الاثنين هيبقوا مكرنشين، تمام، عشان انا هحط لطشة على الفستان، تمام. انا دلوقتي خلصت الكشكشه بتاعتي كلها، فببتدي بقى للجسم اللي فوق. انا بسيب من ورا الفتحه الخيط اللي انا خيطها مسافه 10 سنتي او 15 سنتي عشان دي اللي هحط فيها السوسته، وابتدي اخيط اقفل بقيه الجزء اللي تحت. طبعا البوكس ما بيتعملش يا ما بينسلش، فاتعمل اوفر اتعمل ما اتعملش مش مشكله، يعني مش هيأثر. المفروض هنا بقى بعد انا ما بخيط المكان السوسته من الجزء اللي تحت، المفروض اركب السوسته. ده زي انا متعوده، بس مش عارفه ليه اللي خلاني ان انا اركب الكتاف الاول. بس برضو المجال اللي عندي معايا اللي هو برضو كويس ان انا اعمل الكتاف وبعد كده اسيب الجنبين حرين قبل ما اركبه الكمام واركب السوسته. انا كده بركب السوسته، طبعا عامله فرد مكان الخياطه من فوق اللي هو عندي النص الاساسي، بجيب سوسته كده سوستين للبلوستين وبحطهم قدامي وبطبق عليهم شفه كده وانا واعمل جزء جزء. هي انا عايزه اقول لكم الانس بنصحكم، يعني الاصح ان انت من قبل ما تركبي الكتاف، بس انا قلت بدل ما افك تاني لا ايه انا هعرف، بس المبتدئين اللي هم لسه عشان ما يتلخبطوش وايديهم تبقى لسه مهزوزه في الخياطه، فنصيحه ركبي السوسته قبل اي حاجه ما تشبكيها في الامام او في الخلف، ايا كان السوسته هتحطيها مكانها فين. انا بلف عليها كده الخياطه وبثبت برضو الفردات، دي مهمه جدا بتظبط ايدك برضو، وامشي عليها كده بالمنظر ده، هتبقى شكلها كده زي ما ايه اهي جميله كده مش باينه. بعد كده بقى ابتدي اركب ايه الكمام، الفرد بتاع الترومبة الكم على خط الكتف بتاع البلوزة، واظبط كده بايديا لو فيها لو الكم هو اللي فيه زيادة شوية، باجي من عندي اول الكم من فوق بديله تشريب بسيط كده بضيع الزيادة بتاعت الكم، لكن هي المشكلة لو هو طلع قصير
هو المشكلة في كده، لكن طالما زيادة عندك زيادة ما بتاع 2 3 سم ولا حاجة، انت بتشربيها زي ما انا كنت بس يعني تحت الدواسة كده، بريح القماش معايا بيديني بومبيه بسيط قوي من عند الكتاف فوق. تمام، انا كده خلصت اول كم وهعمل تاني كم مع نفسي اهو بالمنظر ده. بص البومبيه بسيط قوي مش باين. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ الكم ده هتنيه عشان زي ما انتوا شايفين كده الخط الاحمر ده اللي هو انا اللي انا مخططاه ده اللي هيركب فيه الاستك، اخيطه كده اتنيه تانية مستقيمة كده ثابتة. وبعد كده هبتدي بقى انا طبعا مخططها وبرضك عاملة فرد، فاجيب الاستك الابيض طبعا عشان قماشة فاتحة، فلازم تعملي برضك ايه، ما جيش حد قماشة فاتحة زي كده ويحط لي استك اسود، لا برضك بشد القماش كده. انا طبعا انا عارفة مقاس البنت وعارفة ايديها شكلها قد ايه وكده، فانا بشد الاستك على اساس كده. تمام، بتني بقى بقفل الجنب بتاع البلوزه، طبعا عملت الجنب التاني، عملت الاسك في الكم التاني، بس انا هقفل جنب هنا واحد بس. ليه برضك هقول لكم، بعد ما اقفل الجنب ده اروح جايبه بقى انا عامله العلامه اهي، العلامه بتاعه البكاية الاسك، اجي من الطرف اللي هو المفتوح اثبت الاسك كده وامشي على الخط اللي انا عاملاه بالظبط كده. عندي ما تيجي عند خط النص اللي من ورا بتاع السوسته اللي هو مكان السوسته الخيط دي، لازم افتح الخياط الخياطه واخليها مفتوح، القماش الزياده اللي جوه يعني مفتوحه، ما تكونش جايه الاثنين على جنب واحد كده. بوصل لحد الجنب الثاني بتاع البلوزه كده، انا خلصتها وابتدي بقى ايه، اقفل الجنب الثاني. هذا إيه الجنب اللي انا سايباه مفتوح دون بينفعني عشان تركيب الاستك بسهوله. تمام، بقفل الجنب التاني من اول هنا الكم. طبعا طول ما انت عامله فرداتك الفتحات الصغيره دي العلامه مظبوطه، الاستك هيجي الاثنين متطبقين على بعض، ميبقاش في الطرف بتاع الاستك ناحيه اطول من التانية. ونفس الوضع برضك في بتاع الوسط، هيبقى جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. بصي ظهر الاستك بصراحه بيعمل حاجه سحر قوي في اي بلوزه او حاجه زي كده. دلوقتي خلصنا اللي فوق، هنيجي بقى انا خيطت الكورنيش ليه خياطه من الجنبين، برضك هثبت الخياطه على الخياطه اللي فوق، يعني الخياطه بتاعه الجنب بتاعه الكورنيش على الخياطه بتاعه الجنب بتاعه البلوزه من فوق، وادبس عشان ابقى عارفه حدود الكشكشه بتاعتي ان انا قد ايه. طبعا الكشكشه بتبقى سايبه شويه، فلقيتها اكبر من مقاس اللي فوق، فانا بديها تشريب وانا ماشيه برضو، يعني اجي امشي كده بايديا بدل ما المنطقه اللي تلاقي فيها كشكشه بسيطه، فانا بزود بايديا، انا بدخل جوه يعني القماش على بعض كده بسيط عشان يدي كشكشه متوزعه كويسه. وده لازم انا اثبت من الجنبين الخياطه عشان توزيع المسافات الكشكشه تبقى مظبوطه. كده زي ما انتم شايفين كده بايديا انا بسيب تحت المكنه الدواسه، وادي كده الفستان يعتبر خلص، مفيش اللي انا اتني من تحت واعمل الشكل اللي فوق اللي هو عند الرقبه. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا، ويا ريت ما تنسوناش بدعوه حلوه بصراحه الحال لنا وللجميع باذن الله. دلوقتي انا بتني التانية من تحت برضو، هي تانية بسيطة المفروض ما اوريها لكوش، بس قلت برضو ايه تبقى مش ملوحة ولا في حتة طويلة، والخياطة لازم تكون مستقيمة على طرف التانية، ما يبقاش التانية يبقى فيها شفرة من فوق كده وتعمل خيطة في النص، لا. دلوقتي بقى ايه اهو فتحة الرقبة اللي انا بقولك عليها نسيتها في الاول الفيديو، انا جيت اركب الكورنيش اللي عند الرقبة وهي متعلمة اهي ونسيتها، فطبعا افتكرت ان انا ما عملتش الرقبة الأمامية وسعتها يعني. دلوقتي بقى الشريط ده اللي هو من ديمنز اللي كنت هعمله كورنيش هنا اهو في زيها، فأول ما لقيتها دي كبيرة يعني أنسة كده يعني عندها بتاع 13 14 سنة، قلت لأ أعملها قصر كده باينة وأحطها لها على الرقبة تبقى أكنها زي النص الياقة بس بتدينا شكل حلو. أوريه لكم دلوقتي بعد ما أديله خياطة في النص كده، اهي البلوزه اهي من قبل ما تتلبس، بصوا للنص الضيق اللي فوق ده بيبقى مدياله خياطه كده في النص لغايه لما يتكوي وعايزه تفكها تفكها. ده البلوزه الاولانيه بتاعت العيله الصغيره اللي هو تلتين كم، وادي البلوزه الكبيره اهي. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.